من يلبسون من زاركم من السلم من ويلزموا الأصول يموجي بن عرى وتركوا ذاك الأصلحة من قدورة. قال الأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى. تقول أعطيت زيدا عمرا، هذا هو الآخر لا بد أن يتقدم. أعطيت زيدا جبة، لا تقول أعطيت جبة زيد زيدا أو جبة زيدا لا يقال، تقول أعطيت زيدا جبة. والأصل سبق فاعل معنى كمن من قولك من ألبس من زاركم من أسر اليمن، ألبس من زاركم من أسر اليمن فاعل بمعنى هو الذي أخذ الجبة، هو الذي أخذ الأسر اليمن. ويلزم الأصل لموجب العرب، يلزم الأصل لموجب العرب كأن يخشى اللبس، كقولك أعطيت زيدا عمرا، لا بد أن يقدم الآخر بالمعنى لأن هناك لبسا. عمر يصلح آخرا وزيد يصلح آخرا، الذي قدمته هو الآخر، هو السيد والثاني والعبد كامل. وترك ذلك الأصل حتما قد يترك ذلك الأصل حتما وجوبا، كأن يكون الثاني ضميرا، الثاني ضميرا، فتقول الدرهم أعطيته زيدا المفعول الثاني ضمير، والضمير لا ينفك عن عامله، ولما اتصل الثاني فصل الأول تلقائيا. أنا أقول لها وترك ذاك الأصل حتما قدر كما هو. نعم، أو الحصر مثل ما أعطيته الدرهم إلا زيدا، حصل الأول ومحصله حقه التأخير. وحذف فضلة يجز، يجوز أن تحذف الفضلة وهي منصوبات الأسماء. تقول أعطى زيد عمرا درهما إعطاء تأليفا له يوم الجمعة أمام الدار ومحمودا، يعني كان محمود موجود. تستطيع أن تحذف هذا كله وتقول أعطى زيد. أنا قوله وحذف فضلة الأجز إن لم يضر، إلا إذا ضر. مثال ذلك حذف ما سيق جوابا، كي يقال لك ماذا قرأت، وتقول قرأت النحو، لا تقول قرأت وتسكت، هذا سيق جوابا لا بد فيه. أو حصل نحو ما أكرمت إلا عمرا، لو قلت ما أكرمت ثم سكت لا يكون المعنى مستقيما. أنا قوله وحذف فضلة الأجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصل أقرأ. الناصب للفضل يجوز حذفه إذا كان معلوما، كأن يقال لك من قابلت وتقول زيدا، حذفت الناصب وهو قولك قابلت، هذا جائز. وقد يكون واجبا كما هو بباب النداء والإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال وما جرى مدار مثل، هذا يجب حذفه وجوبا. تقول والظالمين أعد لهم، العامل الظالمين عذب الظالمين حذف واجب. وتقول نحن العرب أسخى من بلل، أخص العرب. وتقول إياك والشر، إياك وحذر واجب حذفه. وتقول يا زيد يا عبد الله، تقول يا زيد عبد الله. وكذلك ما جرى من المذهب كقولهم الكلاب على البقر، مثلا عند العرب الكلاب على البقر يضرب مثلا أي دع الناس وأمورهم واجتنبها، الكلاب على البقر يعني أصل الكلاب على البقر، ولكن لا يقال هذا لأنه ما جرى من الأمور. والله أعلم. ألبسان الشيخ النون لتوكيد خطبه، ألبسان بسن، قال بعضهم لا تقول ألبسان حتى تكون هناك مكافأة، يقول ألبسان، ألبسان مخاطب، زاركم مخاطبون، ولذلك يقول ألبسان زاركم، إن شاء الله تشاكل واضحة، ألبسان بجماعة، وزاركم.